مجموعة من الصحف وطبعا المواقع الإلكترونية التي اخترناها لهذا اليوم، حيث معظم الصحف اللبنانية لا تصدر في هذا اليوم يوم الأحد. البداية مع الشرق الأوسط التي كتب فيها من بيروت محمد شقير: الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تلقى استجابة من عون. مقتطف من مقال محمد شقير يقول: مصدر نيابي بارز رأى أن دعوة نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي تبقى حتى إشعار آخر في حدود إطلاق صرخة لوقف الانهيار وقطع الطريق على ذهاب البلد إلى المجهول. وقال هذا المصدر للشرق الأوسط أن هذه الدعوة ليست أكثر من صرخة أراد منها صاحبها أن يدق ناقوس الخطر، تقديرا منه أن الحكومة الحالية ليست مؤهلة للقيام بدور إنقاذي. واعتبر أن العائق الوحيد الذي لا يزال يحول دون التأسيس لمرحلة سياسية جديدة وتهيئة الظروف لولادة حكومة وحدة وطنية يكمن في إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن هذه الحكومة تؤمن له ما يريد لخدمة طموحاته الرئاسية. وقال المصدر النيابي أنه يتصرف، أن جبران باسيل طبعا يتصرف وكأنه وحده يتحكم بالقرار السياسي، مع أنه أخفق في تسويق دعوته لإجراء تعديل وزاري لاستبدال وزراء من تياره السياسي بآخرين بذريعة افتقادهم إلى الخبرة. وأكد المصدر نفسه أن دعوة الفرزلي تفتقد إلى وجود خطة وبرنامج عمل يتناول مرحلة ما بعد استقالة الحكومة. وقال أن نائب رئيس البرلمان الذي يقف حاليا على خط الاختلاف مع باسيل يقيم علاقة جيدة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتفاعل مع دعوته إلى تغيير الحكومة، لكن تسويقها في حاجة إلى تهيئة الأجواء التي يبدو أنها غير متوافرة. ننتقل إلى صحيفة الأنباء الكويتية التي كتبت فادي سعد للأنباء: باسيل آكل شارب نايم عند الأمريكيين لإرضائهم. كتبت زينة طبارة: لفت عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي سعد إلى أن دعوة النائب جميل السيد لإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم هو بحد ذاته إخبار للنيابة العامة التمييزية، مستغربا بالتالي عدم تحرك القضاء أقله لمساءلة السيد حول موقفه، معتبرا بالتالي أن صمت القضاء أمام تصريح السيد يؤكد من جهة على أحقية مطالبتنا باستقلالية القضاء وتنزيهه عن الأجندات السياسية، ويفسر من جهة ثانية استماتة الآخرين لإبقاء القضاء مسيرا بالريموت كنترول لتوزيع شهادات الغفران وبراءات الذمة على ميوليهم نعمة الحكم، مؤكدا أن مسار التاريخ لا يتغير مهما تغيرت وتبدلت آلات القمع والتهديد، فيوم الحساب بات قريب ومصير السلطة السقوط المدوي. تضيف الأنباء الكويتية في مقابلتها مع فادي سعد ردا على سؤال: سخر سعد من كلام البعض في تكتل لبنان القوي وغيره من قوى 8 أذار بأن التظاهرات الأخيرة قامت وتقوم اليوم على خلفية قانون قيصر، علما أن رئيس التيار الوطني الحر آكل شارب نايم عند الأمريكان ليشوف كيف بيرضيون، مشيرا إلى أن هذا الكلام مجرد هروب إلى الأمام وأن أهل السلطة لن يوفروا ذريعة وأسلوب لإفشال التظاهرات ولتصويرها على أنها مجموعة مقربين وعملاء مدفوعين من السفارات. واختم سعد للأنباء الكويتية معربا عن مخاوفه من انهيار اقتصادي مريب تنهار معه الدولة بشكل كامل نتيجة التسيب والفلتان والفوضى في مقاربة الأزمات من قبل الحكومة وعرابيها، معتبرا بالتالي أن التظاهرات مدخل للتغيير من خلال انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج سلطة جديدة وحكومة مستقلة قادرة على احتواء الأزمات ولملمة الوضع. إلى النهار التي صدرت مع مانشيت بعنوان: الفتنة مقابل السلاح، معادلة تهديد الاستقرار والانتفاضة. تقول النهار: لم يعد مهما رسم صورة تفصيلية لمجريات ما حصل في يوم السادس من حزيران عام 2020، وهو اليوم الذي كانت قوى انتفاضة 17 تشرين الأول 2019
تعد لتحويله إلى التاريخ الثاني الأبرز لتجدد زخمها وتطويره بعدما أفضت هذه المجريات إلى تهديد الاستقرار الأمني في لبنان برمته بأوخم العواقب، وسددت إلى الانتفاضة ضربة موجعة وكشفت أوجها مشتبها فيها لبعض السلطة. تقول النهار الواقع أنه بدا كافيا النظر إلى حجم القوى العسكرية ونوعيتها التي دفع بها الجيش مساء أمس إلى خطوط التقاطع بين عين الرمان والشياح، وما قام به بسرعة خاطفة لاستدراك الأسوأ لمعرفة طبيعة القطوع الذي مرره لبنان أمس، والذي كاد يعيد عقارب الساعة إلى حقبات الفتنة الأهلية وخطوط التماس الانقسامية. وإذا كانت النهار قد حذرت أمس استباقياً من المؤشرات التي تنذر باستخدام شارع في مواجهة شارع والتهويل بتحرك شارع الدفاع عن المقاومة في مواجهة رفع جماعات من الناشطين في الانتفاضة مطلب تنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله، فأن الوقائع التي واكبت يوم 6 حزيران جاءت لتؤكد هذه المعطيات والمخاوف، بل تجاوزتها إلى الأسوأ بما أثبت أن التحرك الاحتجاجي الواسع الذي حصل في ساحة الشهداء في وسط بيروت كان قد فعل فعله لجهة إسقاط ممنوعات كبيرة مفروضة بقوة الأمر الواقع المسلح والمتسلط على الدولة. ذلك أن الانتفاضة وإن تكن شهدت إرباكات في تراجع بعض أجنحتها وجماعاتها عن المشاركة في الاعتصام الحاشد أمس في ساحة الشهداء، إلا أنها تمكنت من حشد أعداد كافية لتظهير التحفز الشعبي لإعادة الانطلاق بزخم نحو مرحلة جديدة من فرض برنامج تصحيحي يبدأ ببرمجة المطالب بحكومة مستقلة حقيقية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وإلى جريدة سفير الشمال ننتقل، حيث كتب رئيس تحريرها غسان ريفي شعوب لبنان تدفن ثورة 17 تشرين. مقتطف من هذا المقال لغسان ريفي، تحول يوم 6 حزيران 2020 بالفعل إلى سبت أسود، جبما كل ما قبله من أيام ظن البعض أنها بيضاء بوحدة وطنية مزعومة قبل أن تظهر بشاعة الوجه اللبناني بشعوب متناحرة تعبد زعماءها وتعتنق طوائفها وتعيش حالة حرب أهلية حقيقية. لكن حتى الآن من دون إطلاق الرصاص الذي حاول البعض أمس اللجوء إليه تصفية لحسابات مختلفة، تآمرت شعوب لبنان على ثورة 17 تشرين الأول فأمعنت في قتلها على مدار الأشهر الماضية، وكان السبت الأسود موعد دفنها من دون عزاء أو أخذ بخاطر من بنى عليها الآمال بسبب الظروف الصحية التي تفرضها كورونا، التي استخدمت أيضا في عمليات القتل. قرأنا مقتطف صغير من هذا المقال للصحفي غسان ريفي، تفاصيل أكثر معه مباشرة عبر زوم. صباح الخير الصحفي رئيس تحرير جريدة سفير الشمال غسان ريفي، صباح الخير بهذا الأحد بعد ليلة كتير صعبة وكتبت فيها مصطلحات يعني أكيد شفناها بالشارع ولكن خطيرة، السبت الأسود، الفيدرالية اللبنانية وغيرها من التعبير، تفاصيل أكثر عن هذه المصطلحات في مقالك اليوم. يعني عندما نستعيد مفردات الحرب يكون هناك سبت الأسود، وعندما تظهر حالة الانقسام بين اللبنانيين بهذا الشكل يكون هناك سبت أسود، وعندما يستخدم السلاح ونلجأ إلى إحياء بعض المحاور طبعا يكون هناك سبت أسود. بالأمس يعني أسوأ ما شاهدناه هو دفن ثورة 17 تشرين. بالأمس نجح أعداء هذه الثورة في دفنها، نجح في إنهائها، صار تبينت بأنه كل واحد فيها يغني على ليلى، ما بقى في قواسم مشتركة، كل مين نازل على هيدا الشارع لا يتعاطى مع مطالب شخصية، مع أجندة شخصية، مع توجهات شخصية، مع توجهات حزبية. والأسوأ من هيك أنه بعض الأحزاب صارت هي اللي عم تنظم هيدا التحرك،
وهي اللي عم تقوم بتنظيم هذا الحراك، وهي اللي عم تنظر لهذه الثورة، في حين نحن نسينا أنه عندما خرجت ثورة 17 تشرين خرجت من أجل سياسة الحكومة، خرجت من أجل الجوع، البطالة، الفقر، وخرجت بشعار إسقاط هذه السلطة، وبشعار يعني تشكيل حكومة مستقلين. فبالتالي بعد هذا التاريخ وجدنا بأن الجوع توحش أكثر، وجدنا أن الدولار وصل إلى سقف غير مسبوق بتاريخ لبنان، وجدنا أن البطالة وصلت إلى الخط الأحمر، وجدنا بأن الشعب اللبناني دخل نادي الفقراء، والأنكى من ذلك بأننا بدأنا نريد استخدام هذه الثورة من أجل شعارات سياسية، ومن أجل شعارات من شأنها أن تشحن النفوس، وأن تحيي الغرائز، وأن تعيد انقسام الشارع، وأن تحول بعض التقاطعات إلى محاور يعني أردنا أن ننساها في بذكرى الحرب وما إلى ذلك. مشان هيك يعني امبارح كان أسوأ مشهد ممكن نشوفه، اللجوء إلى السلاح مجددا تحت شعار نزع السلاح، إحياء المحاور بين الشياح وعين الرماني، الاعتداء على المقدسات والرموز. يعني اليوم نسينا كل المشاكل اللي كانت جمعتنا، واللي خلتنا نطلع إلى الشارع، واللي جعلت من ساحات لبنان عرائس للثورة، ورجعنا إلى حزبياتنا ومناطقيتنا وتقوقعنا وعصبياتنا في لبنان. طبعا عندما يحصل كل ذلك يعني يكون هذا السبت هو السبت أسود، وتكون هذه الثورة قد انتهت نهائيا. وبعتقد نجحت السلطة بداية في استيعاب هذه الثورة، ومن ثم في اختراقها، ومن ثم في تدميرها، ومن ثم في إنهائها ودفنها يوم. برأيك هي السلطة التي نجحت في الوصول إلى هذه النتيجة؟ طبعا يعني اليوم في السلطة هي ليست اليوم الحكومة، أو يعني هذه الحكومة شهد زور على كل ما يحصل. هذه الحكومة هي شاهد زور على كل ما يحصل، فبالتالي طبعا السلطة اليوم هي التي تحاول أن تضرب هذه الثورة وأن تنهيها، لأن اليوم هذه الثورة هي الوحيدة في لبنان التي زعزعت أركان الحكم، وهي الوحيدة التي أربكت هذا الحكم، وهي الوحيدة التي أسقطت حكومة، وهي الوحيدة التي أخافت الكل على مواقعه وعلى مكاسبه وعلى مصالحه. لذلك اليوم كان في حركة التفافية على هذه الثورة بحكومة مقنعة، بحكومة يعني بقناع تكنوقراط، ولكن هي بالأساس انسحاب لحكومات ماضية. وبالتالي اليوم شفنا نحن شو صار قبل هذه التظاهرة يوم أمس، من بس سموم، من طرح شعارات تفرقة، من يعني تخويف، من شعارات تفرق بين الشعب اللبناني أو تثير عصبيته. وكانت النتيجة واضحة يوم أمس، يعني امبارح كانت واضحة النتيجة. نحن امبارح طرقنا أبواب الحرب الأهلية مجدداً، وتبين بأن شعوب لبنان لم تعتبر من كل مآسي الحرب ومن كل ما حصل في هذه الحرب. لم ينقص الشعب اللبناني يوم أمس، لم ينقص الشعب اللبناني إلا أن نذهب إلى الفلتان الأمني.
برأيك بعد هيدي المرحلة يعني برأيك مثل ما ختمت رحم الله ثورة 17 تشرين، بعد مبارح، بعد اللي صار مبارح، سنشهد ثورة مختلفة أو سنشهد ربما البعض تحدث عن حرب ما؟ يعني نتمنى لا طبعا، لأنه المبارحة اللي شفناه شيء مخيف. يعني اليوم جوع وفقر ودولار وبطالة وجوع وحرب، يعني خلص، يعني الأمور بتنتهي هون. نحن اليوم علينا أنه نرجع نعيد إحياء هذا الشارع بقواسم مشتركة، نشوف شو بدنا. وإذا ما تركنا الخلفيات السياسية وإذا ما تركنا مصالحنا على جنب، ما بنقدر نعمل أي شيء. لأنه اليوم شاهدنا بثلاث أربع أيام، عندما كان الشعب اللبناني على كلمة واحدة وعلى موقف واحد وفي مطلب واحد، شفنا كيف قدرنا غيرنا بكثير أمور. أما إذا استمرينا من كل وادي عصا وكل مين عم يغني على ليلاه، فنحن اليوم أمام فعلا بدنا نقول رحم الله ثورة 17 تشرين. وأنا برأيي هذه الثورة، يعني خلينا نرجع نلاقي شعار جديد لنقدر ننزل، خصوصا اليوم أنه في حكومة غير موجودة، في حكومة غير معنية. يعني نحن مبارح الغائب الأبرز كان مبارح هو الحكومة، رئيس الحكومة غرد كما غرد كل الناس، في حين يجب أن يعني يرفع من حالة الطوارئ. حالة الطوارئ ليست لكورونا والتعبئة العامة فقط، مبارح اللبنانيين عم يقتلوا بعضهم، كانوا مبارح اللبنانيين رفعوا السلاح على بعضهم، مبارح اللبنانيين شتموا مقدسات بعضهم. فهذا بعتقد يستدعي لدعوة مجلس الدفاع الأعلى أكثر من كثير من كورونا اللي صارت غب الطلب، يلي كل ما صار فيه تحرك معين بيطلع لنا 50 إصابة ولا بيطلع لنا برفع جهوزية ومفرد ومجوز وتعبئة عامة وما إلى ذلك. إمتى بنرفع من جهوزية البلد؟ إمتى بنعمل حالة طوارئ؟ إذا رفعوا سلاح على بعضهم، إمتى ما تصير شي مجزرة لا سمح الله وما نعود نقدر نشتغل عليها؟ هيدا الضعف هو اللي بيخلي الناس تتجرأ على الأمن، هيدا الضعف هو اللي بيخلي الناس تتجرأ على بعض البعض، هو اللي بيخلي الناس تتجرأ على المقدسات. فبالتالي أما أنه يكون في سلطة وحكومة، وإما فليستقيل البعض ونذهب إلى انتخابات نيابية جديدة تعيد تكوين السلطة، وخلينا نخلص من هالمشكلة بشكل نهائي، لأنه ما بقى حدا من اللبنانيين قادر يتحمل هيدا الكلام. نعم، الصحفي غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال، شكرا لك على هذه المداخلة. طبعا تعليقا على المقال اللي كتبته اليوم، مشاهدينا نصل إلى ختام الصحف وهذه الفقرة دقائق، ونبقى مع الحدث مع زميلة سمر أبو خليل. إلى اللقاء.